السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الثالث من سلسلة دورة مهارات الاتصال للأطباء DVD من إنتاج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هذه الدكتورة فايزة الرئيس معكم مرة ثانية. حنتكلم في هذا العشر دقائق القادمة أو الربع ساعة القادمة عن حلقة الاتصال. من ماذا تتكون حلقة الاتصال؟ تتكون من مرسل يرسل رسالة ومستقبل يستقبل الرسالة ثم يبعث بتغذية راجعة أو رد للمرسل. أوكي؟ فهي هذه الرسالة حلقة الاتصال بشكلها السهل المختصر. إيش هدفنا من التفاصيل اللي حنتكلم فيها في هذا السيشن؟ حنحاول نعرف أكثر إيش هي مشاكلنا نحن كأطباء في حلقة الاتصال هذه، إيش نوع الاتصال اللي إحنا بنمارسه وكيف ممكن نعدله، وحنحاول نتعلم كمان كيف طريقة الاتصال اللي اتبعوها المرضى ونشوف كيف ممكن نتعامل معها بشكل أفضل. إيش الأشياء اللي حنغطيها؟ حنتغطي خطوات حلقة الاتصال، حنشوف إيش هي المشاكل اللي ممكن تطرق في كل مرحلة من مراحل الاتصال، ونحن بنراجع مرحلة مرحلة حنشوف كيف كل مرحلة من هذه المراحل كيف ممكن نصحح أخطائها وحندي توصية. أوكي، نبدأ نشوف إيش هي دي الستة مراحل لحلقة الاتصال. المرحلة الأولى إنه المرسل تتكون عنده فكرة، الفكرة اللي هو إيش بده يوصل. طيب، المرحلة الثانية يحاول يشوف لغة مناسبة يوصل بها هذه الفكرة. قد تكون هذه اللغة بالكلام، قد تكون هذه اللغة بالإشارة، قد تكون بالكتابة. المرحلة الثالثة يرسل الرسالة، يستقبلها المستقبل، ويحاول المستقبل بعد ما يأخذها يحاول يفهمها، يفهم إيش هو المقصود من هذه الرسالة، يسوي لها ديكودينج يسموها، يحاول يعني يوصل لمعنى للكلام اللي سمعه أو معنى للإشارة اللي شافها. بعد ما يفهمها يحاول يرسل رد، يسميه الفيدباك، التغذية الراجعة أو الرد على هذه الرسالة. طيب، نأخذها واحدة واحدة نشوف إيش في مشاكل تحصل مع كل مرحلة وكيف ممكن نعدلها. نبدأ بالمرحلة الأولى لما تتكون الفكرة، إيش ممكن تحصل مشاكل في هذه المرحلة؟ المشاكل اللي ممكن تحصل، ممكن الرسالة أصلاً مي واضحة في ذهن اللي بده يقولها، طيب، أو مي كاملة، وأحياناً تكون مختلطة بمشاعر قوية، مشاعر خجل، مشاعر قلق. هل تعتقدوا أنه المرضى في وضعية المرض، زي ما ذكرنا في موضوع التفاعل مع المرض، وأن المريض لما يجينا يقول أنا ضعيف، أنا مريض، أنا محتاج مساعدة، المريض في هذه الوضعية من الخوف والقلق تعتقدوا يكون القدرة عنده على وضوح الفكرة في أحسن مراحلها؟ أكيد لن تكون في أحسن مراحلها. ونقدر نقول كمان أكثر إذا كانت الشكوى المرضية اللي جاي يقدمها المريض أصلاً هي موضوع مقلق أو مخجل. خلينا نقول على سبيل المثال، مريض جاي يشتكي من مرض جنسي، جاي يشتكي من مرض نفسي، مرض له يعني وصمة عار كذا يعني يخجل منه، أكيد حتكون الأفكار عنده ما هي واضحة أو بسبب هذه المشاعر المشحونة، فبالتالي ما يقدر يعبر صح عن مشكلته. النصيحة اللي نقولها هنا، نحاول كروتين مع كل المرضى، لأنه قلنا حالة المرض هي حالة من القلق، كروتين نحاول نساعد مريضنا على أنه يسترخي. لما يجينا نخليه يسترخي قبل ما نبدأ نأخذ منه تفاصيل عن شكوته المرضية، لازم نتأكد أنه هو مسترخي ومرتاح، مو لسه خايف ومرعوب قدر المستطاع. وحنشوف بعدين إن شاء الله كيف نساعد مرضانا على الاسترخاء. أوكي، الخطوة الثانية، الرسالة، الفكرة اللي بده يقولها المرسل يعمل لها تشفير، يشفرها باللغة المناسبة. إيش اللي ممكن يحصل في ذي الوقت أو المشاكل اللي تحصل في ذي المرحلة؟ إنه ممكن يكون التشفير غلط، المريض مثلا بده يقول نو لكنه يقول يس،
طيب أبرد بده يقول أنا ماني موافق، بس يقول أنا موافق. ممكن ده يحصل بسبب إنه المريض مثلا بيحترم الطبيب زيادة عن اللزوم فما بغى يزعله، يقول طيب حاضر، لكن هو من جوا ما هو حاضر. لكن الطبيب الذكي اللي عنده قدرة على إنه يقرأ ما خلف الكلام يقدر يعرف إذا كان المريض هذا بيعني ما يقول ولا في له معنى تاني غير الكلمات الألفاظ اللي ذكرها. أوكي؟ فنحاول كأطباء عندنا مهارات اتصال جيدة نحاول نترجم الإشارات اللي تجينا من مريضنا، ما نكتفي بالكلمات اللي نسمعها، نشوف ما خلف الكلمات. شيء تاني في التشفير الصوت. الصوت ممكن يكون غير مناسب، يمكن المريض يقول كلامه بصوت مثلا غير واضح، واطي، ضعيف، فنفهم انه مثلا مكتئب هو ما هو مكتئب مثلا. بس خلينا نتكلم هنا اكثر في الطبيب، يهمني الطبيب في نقطه الصوت، لانه في اشياء بلاحظها كثير في الاطباء. بعض الاطباء شيء من الثقه بالنفس يمكن يتكلم بصوت عالي شويه، بتون قوي زياده. هذا الصوت العالي والتون القوي ممكن يفهم من قبل المريض على انه عنف، على انه غير ودي، بينما الطبيب ما يكون قصده كذا ابدا، بس هو يعني بسبب الثقه الزايده في نفسه بيتكلم بهذا الصوت العالي. الشيء الثاني العكس للطبيبات، وانا لاحظته كثير في الطبيبات السيدات، يتكلموا بصوت منخفض زيادة عن اللزوم، لأنه هم ممكن تقول يعني هي طبيعتها الطبيبة ناعمة ولطيفة، لكن هل المريض حيفهم لما إحنا نكلمه بصوت واطي إنه أنا عشاني أنا يعني سيدة ناعمة ولطيفة أنا بتكلم كذا؟ بالتأكيد لا. المريض حيفهم إنه أنا غير واثقة من معلوماتي، إنه أنا خجولة، إنه أنا غير مهتمة له عشان كذا بتكلم بصوت واطي. فهذا حيأثر حتى في الثقة فيها في علمي، مجرد نبرة صوتي ممكن تضعف الثقة بين الطبيب والمريض. فنصيحتنا هنا إنه لكل طبيب وكل طبيبة إنه نراقب صوتنا ونشوف كيف، هل هو يعبر فعلا عن الثقة وعن البروفيشناليزم والاحترافية. إذا ما كان يعبر عن كذا فنحاول نشتغل على صوتنا عشان يعني تأثيره جدا قوي. المرحلة الثالثة الرسالة ترسل. إيش اللي ممكن يحصل من مشاكل لما الرسالة ترسل؟ ممكن يحصل مقاطعة، وهل المقاطعة شيء نادر؟ أتكلمنا في المقدمة لما قلنا الأبحاث العلمية إيش ورد إنه الأطباء يقاطعوا المرضى بعد 18 ثانية فقط، يعني ما يسمح الطبيب لمريضه بأكثر من 18 ثانية عشان يقول شكوته الأولية. بعد كده يعتبر المريض هذه الشكوى، الطبيب هذه الشكوى الأولية هي أهم شيء في الموضوع، وينهال عليه بأسئلة مباشرة في هذا الموضوع بس. بينما المريض قلنا الأبحاث ورد إنه عنده 3 مشاكل إضافية زيادة على هذه المشكلة، لكن الطبيب اكتفى بالمشكلة العضوية وسيب بقية مشاكل المريض، إلا ممكن تكون بعضها عضوية كمان مش بالضرورة نفسية واجتماعية الثلاثة المشاكل الأخرى. أوكي؟ الدكاترة يسووا هذه الأشياء السرعة دي، يعني مش بالضرورة لأنهم مثلا غير مهتمين، أحيانا يسووها أو غالبا يسووها من باب أنه يعني فهمنا عليك بسرعة، خلينا نوصل للتشخيص وخلينا يعني نساعدك بأسرع وقت ممكن، لكن المريض لا يفهمها كذا. المريض يفهمها انه عدم اهتمام وعدم مهاره حتى في التعامل مع شكوى المريض، او انت مشغول جدا، يعني المريض يعني يحاول يخفف عنك قدر المستطاع لانك انت مشغول عنه. فالنصيحه هنا خلينا نشتغل على مهارات الاستماع، كيف نستمع لمرضانا بشكل افضل. مشكله ثانيه ممكن تحصل في هذه المرحله، ممكن يكون في فوضى، في ازعاج، فبالتالي يخلي القدرة على فهم الرسالة خاطئ، فيصير سوء تفاهم. السوء التفاهم يمشي
يعني واحد قال كيف هم هاتي ماشي عادي، لكن سوء التفاهم في الحالات الطبية ليس بالضرورة دائما بسيط كده، أحيانا ممكن يكون خطير جدا على المريض. فالنصيحة هنا لا نقبل أنه تستمر الاتصال بمريضنا وناخذ منه معلومات مهمة عن مرضه ونديله معلومات مهمة عن علاجه وإحنا ما إحنا متأكدين إنه المعلومات دي بتروح وبتجي بشكل سليم. الوسط اللي إحنا نتبادل فيه المعلومات يساعد على ذلك، ما في فوضى وما في إزعاج، لأنه لو حصل لا قدر الله سوء فهم ممكن سوء الفهم ده يكون مضاعفاته كبيرة. المرحلة الرابعة إنه المستقبل استقبل الرسالة. إيش المشاكل اللي ممكن تحصل في استقبال الرسالة؟ ممكن اللي بيستقبل ما بيستمع، ممكن ما بيستمع بقصد أو ما أو بيتظاهر إنه ما بيستمع زي ما إحنا شايفين هنا في الصورة. وليش الأطباء يتظاهروا أو بقصد أو بدون قصد يعني ما يستمعوا لأي شكوى يقولها المريض غير الشكوى اللي الدكتور مبرمج عليها؟ الدكتور أنا في عيادة السكر أنا بدي أسمع عن السكر بس، أي شيء تاني ما يهمني، أنا يهمني السكر وبس. قد يعتبر هذا الطبيب نوع من التركيز في الموضوع اللي يعتقده يعني أهمية رقم واحد. لكن تعتقدوا مين اللي يقرر إيش الموضوع المهم الذي يناقش ونلاقي له حل اليوم؟ أنا الطبيب ولا المريض له حقية كمان في إنه يختار إيش هي أولوياته؟ أعتقد المفروض يكون موضوع مشترك، يعني أنا والمريض، الطبيب له أولوياته والمريض له أولوياته. عشان كده نقول لازم يعني يكون منهجنا في التعامل مع المريض منهج شامل، نهتم بالأولويات اللي إحنا نشوفها أساسية وكمان بالأولويات اللي المريض عنده. غالبا الأطباء يعني يتهربوا أو يعملوا نفسهم ما سمعوا إنه المريض عنده مشكلة تانية أو مشكلة نفسية أو اجتماعية لخوفهم أو لعدم قدرتهم إنه كيف بدي أحل له مشكلته، ده مشكلته صعبة يعني ما هو تخصصي. لا، ليس المطلوب إنك تلاقي له حل سحري لمشكلته النفسية ولا الاجتماعية. المريض لما يحدثك عنها هو ما يبغى منك أكثر من إنه يحس إنك أنت فاهم عليه وتقول له كلمتين كذا يعني جميلة تظهر له فيها تعاطفك. هذا يعني لوحده ممكن يريح المريض 50-70%. فهل نبخل على مرضانا بأنه نريح لهم 50-70% من العبء النفسي اللي عندهم بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية لمجرد أنه إحنا ما نبغى نسمع لهم؟ الاستماع لا تقلل من قيمته، الاستماع للمريض مفيد جدا ومفعوله رائع جدا. فكل قصة المريض العضوية وما يصاحبها من مضاعفات نفسية واجتماعية هي قصة مهمة، ولا تكتمل القصة المرضية إلا بكل هذه الأشياء. المرحلة الخامسة، كيف المستقبل بيشفر الرسالة اللي وصلته؟ إيش اللي ممكن يحصل؟ المستقبل مثلا الطبيب بيقول للمريض عندك المرض الفلاني، زي هنا بيقول له تسفنجل انفكشن، المريض يفهم حاجة تانية. الميديكال جارجون نسميها أو المصطلحات الطبية الغريبة، هل يعني المصطلحات الطبية العادية اليومية البسيطة اللي احنا نسميها كأطباء نسميها مصطلحات بسيطة، هل هي سهلة وبسيطة ومفهومة للمرضى؟ للأسف لا، المرضى لا يعني غالبيتهم قد يكون مفهومهم مختلف تماماً لمفهومنا. فواحد يقول عندك فيروس، نعتبر هذه الشغلة بسيطة، عندك فيروس، المريض على طول فيروس HIV يعني. أو نقول للمريض عندك فقر دم، فقر دم هذا مصطلح طبي، أوه يعني ما عندي دم، ممكن يفهمها بشكل تاني مختلف تماماً. عشان نكون في السليم the safe side، نحاول ما نقول أي مصطلح طبي إلا بنقول معناه، ماذا نقصد بكلمة فقر دم، ماذا نقصد بكلمة فيروس، ماذا نقصد بكلمة عندك فطر، لازم نشرحها، ولا غير كده المريض ما حيفهمنا صح. وممكن عدم الفهم هذا ما يكون حاجة فني، حاجة مضحكة، ممكن يكون حاجة تجيب قلق شديد للمريض ما تخليه ينام الليل. أوكي، مشاكل تانية ممكن تحصل في هذه المرحلة إنه اللي يستقبل، خلينا نقول الطبيب مثلا المستقبل، ما
ما يفهم الفكرة صح. مثلا المريض بيقول له ماشي الحال، الطبيب يفهم ماشي الحال انه هيز اوكي 100% ما عنده اي مشكلة. كلمة ماشي الحال دي ولا مو بطال كلمة غير محددة، فلازم الطبيب لما يسمع كلام غير محدد يحاول يقرأ إيش يصاحب هذه الكلمة الغير محددة من نبرة الصوت ومن تعابير وجه المريض، فعلى حسب نبرة الصوت وتعابير وجهه يفهم إذا كان كلمة ماشي الحال هل هي إيجابية ولا سلبية، ما في مشكلة هل معناه إيجابي أو سلبي. فالكلمات المبهمة دي محتاجة مننا نبذل مجهود أكثر عشان نفهم ما وراء الكلمات. فالطبيب الذكي هو الذي يقرأ ما خلف الكلمات ولا يكتفي بالمعنى الجامد للكلام. المرحلة السادسة هي الرد أو الفيدباك أو التغذية الراجعة اللي تجينا تجي من المستقبل بعد ما يفهم إيش بيرد. إيش ممكن يحصل في هذه المرحلة؟ ممكن يحصل مشاكل كثير، نذكر منها هذه الخمسة لأهميتها. ممكن يكون المستمع أصلاً ما يرد، بيستمع بشكل سلبي، أو ممكن يعمل صد، أو ممكن يرد بشكل يعطي محاضرات للمريض، أو ممكن يرد بأنه يدي تطمين مبكر زيادة عن اللزوم قبل ما يعرف القصة، أو ممكن يكون المريض في وادي والمستمع أو الطبيب في وادي تاني وهم مش على نفس الموجة تماماً. أوكي؟ نأخذهم واحدة واحدة. الاستماع السلبي، الاستماع السلبي هو أن المريض الطبيب يستمع بدون ما يعطي أي إحساس للمريض أنه هو سامعه، بدون ما يديله أي كلمات مشجعة أنه هو معاه على الخط. أكبر دليل أو أكبر صورة كذا كاريكاتيرية للموضوع المحلل النفسي، دائما يعطي ظهره للمريض ويسيبه يتكلم. شايفين النهاية؟ نهاية مأساوية. فحاول قدر المستطاع نحاول نستمع بشكل إيجابي، يعني ننظر للمريض وبيكلمنا، نحاول نشجعه بالكلام بإيماءاتنا، نحاول نديله تعابير مشجعة أو تعابير مساندة عشان تحسسه أنه نحن معه على الخط. الصد، الصد كيف يصير؟ أنه المريض بيتكلم وبيقول أشياء يعني معاناة بيعانيها، مثلا يبدا يقول انه انا عندي الام شديده في البطن وامس ما نمت الليل من شده الالم وخفت لا يكون انه سرطان، او ويبدا يتكلم عن مخاوفه، فالطبيب خوفا من انه يضيع الوقت فيصده انه خلينا نركز على وجع بطنك دحين، انت ما نمت وما وخايف يكون سرطان، ده موضوع ثاني، خلينا نركز على وجع بطنك كيف شكله وايش معاه، في ترجيع او ما في ترجيع، في اسهال او ما في اسهال العفو، فيركز على الجزء العضوي فقط من مشكلة المريض ويسيب بقية الأجزاء. إيش اللي يحصل للمريض؟ يحس إنه الطبيب ده ما احترم يعني معاناته، فبالتالي أي تشخيص يوصل له الطبيب بعد كده حتى لو كان صحيح، وأي نصيحة يقدمها الطبيب أو أي علاج يقدمه الطبيب، إذا المريض ما حس إنك أنت احترمته كفاية ما حيتجاوب مع لا نصيحتك ولا دواك. ف التوصية هنا نحاول نحترم أجندة المريض. أحيانا بعض الأطباء حتى لو كانوا عارفين أنه هذا مهم موضوع أنه خايف أنه يكون سرطان، بس يقول خلينا نأخره ده بعد ما أخلص كل التفاصيل حق العضوية حقت المشكلة أشوف موضوع نفسيته إيش وضعه. برضو هذه آلية جدا سيئة ويفهمها المريض على أنك أنت غير مهتم، فإذا بعد ما تخلص تبى ترجع تقول له طب انت ايش حكايتك خوفك من السرطان، حيكون ساعتها خلاص ما عاد بده يكلمك عن ضعفه ولا عن مخاوفه لانه بحس انك انت ما حتحترمها بالشكل الكافي. التصرف الثالث اللي ممكن يأثر في التواصل مع المريض اللي هو اعطاء محاضرات. اوكي، كيف يعني اعطاء محاضرات؟ وهل هذا التصرف نادرا ما يعمله الاطباء؟ ابدا. التصرف ده يعني الطبيب لما يعني يفكر يقدم شرح أو توعية صحية للمريض فهو يعتقد إنه يجلس يعطيله محاضرة طويلة، اعمل ولا تعمل، يفتكر هذه المحاضرة الطويلة حتؤدي في النهاية إنه المريض يستوعب وينفذ طلباته. أسلوب المحاضرات أسلوب سيء حتى في التدريس،
والآن الناس بتتكلم عن جروب ديسكشن، يعني أسلوب الحوار وأسلوب ورشات العمل وأسلوب المجموعات الصغيرة. فما بال العلاقة مع المرضى وطريقة حوارنا معهم؟ المفروض يكون نقاش أكثر منه محاضرة. فحتى لما بدي أقدم له شرح أو أقدم له توعية صحية، وحناخد بعد كده إن شاء الله المهارة دي بالتفصيل كيف نسويها، بس أهم فكرة فيها أنه نحاول أنه دائما ناخد تغذية راجعة، دائما ندي رسائل قصيرة ونشوف رأي المريض في هذه الرسالة، بعد كده ندي له جرعة تانية من الرسائل، وليس يعني ننهال عليه بمعلومات كثير ما حيقدر يستوعبنا. أوكي؟ فنحاول ناخد دائما تغذية راجعة من المريض عشان يكون تواصلنا معه أكثر فعالية. التصرف الرابع اللي ممكن يضعف التواصل مع المريض اللي هو التطمين المبكر. كيف التطمين المبكر؟ يعني المريض دوبه بدأ يكلمنا أنا بطني بتوجعني وجع شديد وأنا خايف يكون عنده سرطان يا دكتور، لا لا اطمن بسيطة ما في شيء، اطمن بسيطة ما في شيء، ما في مشكلة. إيش ممكن يفهمها المريض؟ انت لسه ما سمعت قصتي كاملة، فكيف يعني انك تكلمني انه اطمن وما في شيء وانت ما سمعت القصة كاملة؟ ما حيفهم المريض ابدا على انها تطمين، حيفهم على انها عدم اهتمام، ويتفهمها كمان على عدم مهارة طبية، انه غير متمكن من شغله الطبيب هذا اللي قاعد يطمن مريضه فورا انه لا تخاف بسيطة وما في شيء. التطمين الحقيقي والفعال انه انا اسمع كل قصة المريض وأسمع كل مخاوف المريض، وبعدين أعمل له فحص عشان أتأكد المريض أنه أنا يعني سويت كل الأشياء الضرورية، بعد كده أديله الجمل المطمنة. إنما أطمن المريض من غير ما أسمع كل القصة، من غير ما أسوي كل اللي علي عشان أتأكد أنه بالفعل، أو يأكد للمريض على الأقل، حتى لو أنا كنت متأكد بس ضروري أكد للمريض أنه هو ما عنده غير السلامة إن شاء الله، فلازم أمشي بالمراحل صح. أوكي؟ التطمين الفعال هو انه نخلي المريض يتكلم كل اللي عنده ونفحصه، وبعدين يصير التطمين في وقته. انما التطمين قبل كده يعتبر تطمين مبكر غير فعال. اوكي، ايش كمان في تصرفات ممكن تخلي التواصل غير فعال؟ يكون ما في ارضيه مشتركه بين الطبيب والمريض، انه المريض بيتكلم في وادي والطبيب في وادي ثاني. المريض مثلا بيتكلم انه هو يعتقد انه ناس سحرته وناس حسدته عشان كده هو وضعه الصحي كده، الطبيب يعني يطنش تماما، يهمل تماما هذه الفكره ويكلمه عن اشياء اخرى. قد يكون لانه الطبيب ما عنده وقت يدخل معه في دي النقاشات، او يكون الطبيب اصلا هو ما يعتقد بهذه المعتقدات. في هذه الحاله اكيد المريض حينزعج و يحس انه الطبيب مو فاهم عليه. التوصية النهائية نحاول، او جدا ضروري انه نحاول نمارس تواصلنا مع المريض بشكل يكون نعتبر اولويات المريض اولوية رقم واحد، نسميها patient centered communication style. طيب، لأن اولويات المريض هي نمبر 1. اختم بهذه المقولة، وأعتقد أنه هو يعني لحد كبير صادق فيها، وإذا نبغى نستفيد من حكمة الحكماء، المفروض كل واحد فينا يشتغل على مهارات الاتصال اللي عنده لين ما يحسنها ويصير أفضل. أشكركم شكرا جزيلا.